مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادة علوم الحاسب للصف الثاني عشر تكنولوجي، الفصل الدراسي الثاني، الوحدة الثانية، الفرز والبحث، وما زلنا في الدرس الأول، الفرز الفقاعي. أخذنا مفهوم الفرز والفرز في حياتنا اليومية وتبديل القيم، وتعرفنا على خوارزمية الفرز الفقاعي وخطواتها وتمثيلها الرسومي وأيضا تمثيلها في لغة بايثون، وما زلنا في هذا الموضوع حتى الآن. في هذا الدرس سوف نقوم بكتابة مجموعة من البرامج وأكواد برمجية نستخدم فيها خوارزمية الفرز الفقاعي للقيام بسلسلة من ترتيب لعناصر مختلفة. تعلمنا سابقا أنه يمكن استخدام الفرز الفقاعي للترتيب التصاعدي وهو بشكل تلقائي أو افتراضي، وإذا أردنا أن نرتبها ترتيبا تنازليا فإننا نغير الإشارة، بدل ما هي أكبر من نجعلها أصغر من. أيضا قلنا بأنه بتمثيل خوارزمية الفرز الفقاعي في لغة بايثون للقائمة التالية بفرز تنازلي، نكتب نفس الكود السابق، وأول شيء نكتب الليست، بعدها نطبع الليست قبل الترتيب، إن تساوي لين أوف ماي ليست، نحصل على طول الليست وهو إن بيكون 6 بالحالة هذه، وثم نستخدم 2 من التكرار أو 2 من loop for i in range n، وبعدها for j in range n minus 1. نبدأ بالمقارنة، إذا كان العنصر الحالي لماي ليست أوف j أقل من، هنا غيرناها لأنه تنازلي، إذا كانت أقل من التالي أو my list of j plus 1، في هذا الحال نقوم بعملية سواب أو تبديل، temp تساوي my list of j، my list of j تساوي my list of j plus 1، وmy list of j plus 1 تساوي temp، وبعدها نقوم بطباعة الليست المرتبة. وخطواتها رسوميا، نبدأ بالآي بالصفر، ثم الجي يبدأ من الصفر حتى الأربعة لأن n minus 1، وآي بواحد واثنين وثلاثة إلى أن نصل إلى آي بخمسة وتكون القائمة مرتبة. بالإضافة إلى الأرقام يمكننا أيضا أن نقوم بفرز الحروف أو الكلمات، نستطيع أيضا فرزها تصاعديا أو تنازليا. يتم تمثيل الحروف في الحاسوب عن طريق إعطاء الحروف ترقيم متسلسل، نبدأ بالحروف الكبيرة أو الكابيتال ليترز مرتبة تصاعديا من الـ A كابيتال إلى Z كابيتال، ثم بعدها الحروف الصغيرة أو السمول لتر من الـ A سمول إلى الـ Z سمول. إذا فجميع الحروف الكبيرة تحمل قيم أصغر من الحروف الصغيرة. نشاط واحد، اكتب برنامج يقوم بتطبيق خوارزمية الفرز الفقاعي تصاعديا، تصاعديا العلامة بتكون أكبر من، على القائمة التالية، وأعطاني قائمة لكن هذه المرة ما هي أرقام وإنما حروف أو strings. هذا مثال في الكتاب صفحة 116 وهو مثال رقم 5. نفس الكود بالضبط، لم يتغير أي شيء غير اسم الليست فقط أو محتوى الليست. my list بدل ما كانت أرقام صارت عبارة عن حروف بعلامات التنصيص. اطبع الليست، n تساوي len of my list، for i in range n، for j in range n minus 1، if my list of j، لاحظ الترتيب تصاعدي، إذا بيكون أكبر من my list of j plus 1، قم بعملية التبديل وبعدها اطبع الليست، ونفس اللي نفذناه في الأرقام يطبق وينفذ في الحروف. وهذا تنفيذ البرنامج بلغة بايثون. نقوم بعملية run بإطباع الليست مرتين، مرة قبل الفرز والثانية بعد الفرز. لاحظ من A small إلى X مرتبة أبجدية. نشاط رقم 2، قم باستبدال الحرف B في القائمة بالحرف A capital. هذا البي نستبدله بالA كابيتال ونشوف إيش اللي يحصل بالضبط بنفس الكود البرمجي. إذا نفذنا هذا البرنامج نجد أنه يبدأ بالA كابيتال قبل الA سمول وقبل أي حرف من الحروف الصغيرة.
إذا الأولوية للأي كابيتال لأنها مرتبة ترتيب أبجدي، هي تسلسلها من الأصغر إلى الأكبر. فالأي كابيتال تحمل رمز أو ترميز أو رقم أقل من الأي سمول. وهذا هو البرنامج. عندما نقوم بتنفيذه استبدلنا أي كابيتال العنصر الأخير ثم قمنا بالرن، يظهر معي القائمة قبل الفرز وبعد الفرز الأي كابيتال في البداية. نشاط رقم 3، اكتب برنامج يقوم بتطبيق خوارزمية الفرز الفقاعي تنازليا. تنازليا إذا بستخدم أصغر من على القائمة التالية، وأعطاني قائمة فيها مجموعة من الحروف. ما أظن في أي فرق، فقط تنازلي، يتغير فقط الإشارة أكبر من تحولت أصغر من. إذا لما يطلب مني تصاعديا بستخدم أكبر من، لما يطلب مني تنازليا بستخدم أصغر من، ونفس الكود البرمجي بكل تفاصيله. وهنا طبعها مرتب، ولكن ترتيب تنازلي من الزد إلى الـ A. وهذا تنفيذ البرنامج بلغة بايثون. طيب، نشاط 4، اكتب برنامج يقوم بتطبيق خوارزمية الفرز الفقاعي تصاعديا، اذا علامة اكبر من، على القائمة التالية. هذه المرة القائمة جعلها على شكل نصوص strings، اسطنبول ولندن ودوحة. هذا مثال كتاب، مثال رقم 6 في الكتاب صفحة 116. ما تغير اي شيء غير محتوى الماي ليست فقط، والبقية كما هي، ولأنها تصاعدي بنستخدم علامة الأكبر من. نفسه بالضبط، هنا طبعا الليست قبل الترتيب، وهنا طباعة الليست بعد الترتيب، بدأ بحرف الدي ثم الآي ثم الإل. وهذا تنفيذه في برنامج بايثون. نشاط رقم 5، اكتب برنامج يقوم بتطبيق خوارزمية الفرز الفقاعي تنازليا اذا بنستخدم العلامة اصغر من على القائمة التالية. لاحظ هذه القائمة فيها مزيج، هنا حرف حرف، رقم عدد صحيح اللي هو انتجر، وهنا حرف ثم حرف. عند الكود البرمجي ما تغير اي شيء فيه، نفس الكود البرمجي، ونلاحظ ان الماي ليست بالعناصر المطلوبة، ثم كتبنا نفس الكود البرمجي. لكن إذا قمنا بتنفيذ هذا البرنامج يظهر لي رسالة خطأ أو إيرور. هذا الإيرور ليس ناجم عن السطر الأول. الليست نحن نعرف أن الليست تقبل كل أنواع من البيانات عادي، ما فيها مشكلة، لكن الخطأ يظهر في السطر الذي فيه المقارنة لإف ستيتمنت. إذا كان my list of j أقل من my list of j plus 1، كيف أقارن عدد بنص أو انتجر بسترينج؟ فبالتالي يعطيني أنه في خطأ بعملية المقارنة هذه. فعند تنفيذ البرنامج لاحظ بيظهر معي رسالة الخطأ التالية، وهي أنه هذه علامة not supported between instances of string and integer. معناه أنه لازم المقارنة تكون بين نفس النوعين، ما ينفع أقارن string بانتجر. هذه رسالة الخطأ، وانتهى درس اليوم.